أهلا بكم. قالت وكالة رويترز أن شركة النفط رويال داتشيل سلمت حقل مجنون النفطي وجميع عملياتها هناك لشركة نفط البصرة. ونقلت وكالة عن مسؤولين بوزارة النفط في العراق قولهم أن مسؤولين من شركة شيل ونفط البصرة اجتمعوا لاستكمال خروج شيل وتسليم حقل مجنون إلى الأخيرة، لافتة الانتباه إلى أن التسليم تم بسلاسة دون أي مشكلات. طالب عضو مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت الحكومة في بغداد بفسخ العقد المبرم مع الشركة الأمريكية لتأمين الطرق الدولي السريع. وبرر كرحوت مطالباته بشأن الشركة الأمنية الأمريكية أنها لم تباشر عملها وفق العقد المبرم مع الحكومة، داعيا الحكومة إلى إحالة هذا الملف إلى مجلس محافظة الأنبار وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لإعادة إعمار الجسور المتضررة وشبكة الطرق. وافقت اللجنة العليا للمياه على زراعة محصول الشلب في محافظتي النجف والقادسية، وأكد بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر لابادي موافقة اللجنة الوطنية للمياه على السماح بزراعة محصول الشلب العنبر بمساحة لا تزيد عن 5000 دونم للحفاظ على النوع والبذور، توزع على 3500 دونم في محافظة النجف و1500 في محافظة القادسية. قالت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة إن كميات الحنطة المحلية المسوقة لعموم محافظات البلاد قاربت 2 مليون طن لموسم 2018. المدير العام للشركة نعيم المكسوسي أضاف أن الكميات المسوقة لمخازن وسيلوات الشركة توزعت ما بين الحنطة بدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، وأشار المكسوس إلى أن التسويق في المراكز التسويقية في المحافظات لا يزال فيها مستمر لاستلام محاصيل الحنطة من المسوقين والفلاحين. قال المدير العام للخطوط الجوية العراقية ميران فريد إن الشركة أكملت استعداداتها اللوجستية والفنية بشأن افتتاح 6 وجهات جديدة للخطوط الجوية المباشرة مع دول العالم. وأوضح فريد أن الشركة ستفتتح مكاتب رسمية لها في كل من تونس وسوريا والنمسا وفرنسا وقبرص وأرمينيا، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.